رجعنا بعد الفاصل بفواز، كنا نتكلم عن صفقة. يقال اليوم أنه كانت في صفقة وهي عدم خوضك انتخابات نادي كاظمة مع السيد أسعد البنوان مقابل دعمك للانتخابات البرلمانية، ما صحة الكلام؟ لا طبعا ما هو صحيح، وعلشان أنا أكون واضح يعني للأخوان المشاهدين قناتكم، ما كانت هناك أي صفقة. كانت احنا تعرف كوننا مجموعة من يعني من الشباب، من الرياضيين القدامى واللاعبين القدامى، بس القانون كان يفرض ان كل واحد مضى على عضويته اكثر من 3 سنوات يحق له الترشيح لمجلس إدارة. واحنا الاخوان اللاعبين القدامى معظمهم كان تسجيلهم جديد لان تم شطبهم، فما كانت لهم فرصة في التسجيل، في ما كان لهم يعني حظ انهم يقدرون يرشحون نفسهم. واجتمعنا على اساس ان نكون مجموعه ندخل فيها الانتخابات، واقترح البعض ومن اللاعبين القدامى علي ان عبد الله احنا نرجو انك انت تكون خارج هذه القائمه علشان ما يعني يشاع انه والله عبد الله هو اللي متزعم وعبد الله هو اللي يبي يصير مجلس الاداره. وحتى لو نحارب بس هذا حقك بالنهايه. اي طبعا هذا حقي، لكن القائمه يكون لها رئيس ولها اعضاء مجتمع. هذا انا اتفق وياك، لكن ايضا همهم ام حقهم زين ان يكون حوارنا ديمقراطي ويكون الراي للاغلبيه. فالاغلبيه وافقت على هالطرح هذا، وانا قلت لهم انا وياكم حتى لو ما ارشح نفسي انا وياكم، وشكلنا فريق حتى ينتقي مجلس الاداره. هذا الفريق فشل في ان يلاقي مجموعه يرشحون لمجلس الاداره. في الفتره هذه كان هناك اتصال ما بين بعض الشباب منهم ناصر الغانم ويوسف السويد ومجموعه مع الاخوان في مجلس الاداره اسعد البنوان على اساس يشوفون حل توافقي. انا وافقت انه يكون اذا كان هناك حل توافقي، والاخوان حاولوا يحلون معاهم يعني انه يخرجون بتشكيله متناسقه ما بين مجموعتنا وما بين مجموعتهم، لكن ايضا تم الاتفاق بينهم انهم يدخلون الشباب يدخلون كمشرفين وكمدراء للالعاب او في اللجان الرياضيه مقابل ان التشكيله مالت مجلس اداره تم اتخاذها، وانا ابتعدت امانه. بعدها طبعا حل المجلس وانا لغيت لهيت في قضيه هذا، لكن ما كان هناك اتفاق ابدا ما بيني وما بين مجلس الاداره. وانا ايضا الان واقف وياهم وادعمهم كوننا شباب، وكنا احنا اساسا الهدف كله ان نجدد الدماء في مجلس الاداره. انا اليوم ما اتجدد الدماء، انا ضد ان الواحد يقعد على كرسيه. انا في نادي كاظمة دورتين، لما كانت مده مجلس الاداره 86 إلى 88 88 إلى 90، بعدين تركت مجلس الاداره، تركت المجال لغيري، لانه مو معقوله انا راح اقعد 20 سنة و25 سنة عضو مجلس إدارة، متى يدور اللي يعتزل بعدي وبعدي وبعدي. كذلك في اتحاد كرة القدم قعدت لي 6 أشهر أو 8 أشهر، بعدين ما قدرت أشتغل وياهم، مشيت تركت المجال لغيري. أنا ضد أنك أنت تعبد الكرسي، ضد عبدة الكراسي. إيه نعم. طيب في سؤال اليوم، هل المال يسوي رياضة؟ طبعا كاظم عندكم مال بس ماكو رياضة، إذا استغليته صح وإذا صرف بطريقة صح. المال أساس الرياضة، مال اليوم محتاج أشخاص يدورون هذا المال. طبعا اليوم الرياضة صناعة، ما كانت مثل أول هواية. أو اليوم علشان أنت تسوي فريق كرة قدم صح يجب أنك تصرف عليه، وتصرف عليه ويكون له مردود، وإلا أنك تصرف مثل أول ماكو فايدة. فاليوم المال هو أساس نجاح الرياضة، إذا استغل استغلال صح، إذا وظف توظيف صح، إذا توظف لمصلحة الرياضة وليس لمصلحة الأشخاص. وفواز اليوم الرئيس، رئيس النادي مطلوب منه حضور مباريات فريقه؟ يفترض يفترض يفترض، وهذا وايد يعطي دعم معنوي لأي فريق، مو بس كرة القدم. إحنا اليوم قاعدين نلاحظ، وهذا عيب في بحكم أن الكرة اللعبة الشعبية موجودة. أنا رئيس نادي لكل الألعاب مو لكرة القدم، أنا رئيس نادي النادي الفلاني، رئيس نادي كرة السلة واليد والطائرة والعاب القوة. وأهم شيء أهم شيء أني أنا أحضر مباريات الناشئين والبراعم.
لان هذيلي اذا لما يشوفون رئيس النادي بكبره جاي ومجلس اداره حاضر راح يعطيهم نوع من الحماس، يعطيهم نوع من التفاؤل، تحفيز، نوع تحفيز تحفيز. لكن اني انا بس كره القدم خلي نادي بس متخصص كره القدم وينتهي الموضوع. طيب قالوا انك كنت تفكر في خوض الانتخابات في حال وصولك انك راح تطلع نادي كامله من انديه المعايير وتودي التكتل، ما صحت الكلام؟ شوف انا مبدئي في مجلس الامه في الرياضه انا مع الحق ومع الصح. اذا كانت المعايير تطرح طرح صح فانا مع هذا الطرح. ما عندهم احد الحين صاروا ثلاث انديه. لا اقول لك ايا كان حتى لو صرت بروحي اذا كان انا هذه قناعتي ان هذا هو اللي حقق نجاح للرياضه وهذا اللي حقق رقي وتقدم الرياضه راح يكون هذا رايي. اذا كانت انديه التكتل عندها طرح يحقق نجاحات للرياضه ويفكنا من مشاكل الرياضه ويسخر الامكانيات لرقي وتقدم الرياضه فانا معهم. احنا ليش نقول انا ضد ومعه؟ انا اقول مع الفكره ولا ضد الفكره، مع الراي ولا ضد الراي، مو مع الشخص او ضد الشخص. خلنا نشيل عقده هذا شيخ وتحكم فينا، هذا تاجر وتحكم فينا. انا ما اقدر اتحكم فيه. بس هذا الامر موجود. موجود. يعني اليوم ما اقدر احنا نشيله من راسنا او من قدامنا، اليوم في شيوخ تتحكم في اشخاص وفي تجار تتحكم في اشخاص. طيب. انت لا تصير من الناس اللي تحكم فيك الشيخ ولا تصير من الناس تحكم فيك التاجر. تريد تحكم خلي التحكم فيك راي الشيخ، اذا كان راي الشيخ صح فانا معاه. إذا كان رأيه غلط لا أنا مو معاه. لكن مو معاه مو معناته ضده، مو معناته أني أكرهه، مو معناته أني أحاربه. أنا هذا رأيي ما يتفق. أنا اشتغلت في اتحاد كرة القدم 10 أشهر ما كنت على وفاق مع الشيخ أحمد الفهد، لكن لا زال أخ عزيز وغالي. ما كنت على وفاق مع بعض أعضاء مجلس الإدارة لأن أنا أقول أن خبرتي الرياضية تحتم علي أني أتمسك في مبدأ أنا أشوفه هو الأفضل. لكن بالنهاية مو إذا أنا كلامي ما مشى معناته هذي اللي ضدي وهذا رأيهم. لكن تمسك برأيك وخلك على رأيك. والدليل على هذا قانون الرياضة 26 على 2012. راح أتكلم فيه الموضوع. راح أتكلم فيه. اندش فيه بدان بلشت. إيش رأيك بالتعديلات اللي صارت عليهم مؤخرا؟ هذه التعديلات في البداية لما جاء المرسوم الضرورة 26 على 2012 في 4 أو 5 مواد من المادة 4 والمادة 5 والمادة 12 والمادة 14 تناقض تطور الرياضة، تناقض فتح حجم المشاركات في الأندية. شنو أنا اليوم هي أقول النادي حط نظامه الأساسي. أنا اليوم عندي 14 نادي شامل قادسية والعربي وانت رايح، وعندي تقريبا 9 أندية متخصصة الرماية والبولينج وغيره. لو كل نادي يحط نظامه الأساسي بما يوافق هوى مجلس الإدارة يصير عندي كم؟ يصير عندي 28 نظام أساسي كل واحد. طيب هاي دور منو الحين؟ دور الهيئة تسوي؟ دور الهيئة، دور الحكومة، دور مجلس الأمة. شحق ما يشتغلون الحين؟ ليش أنا امتنعت عن التصويت؟ لأنه القانون يمثل شريحتين. يمثل الأندية ويمثل الاتحادات. الاتحادات أنا أبصم أن كل اتحاد يحط نظامه الأساسي. ليش؟ لأن كل اتحاد مرتبط باتحاد دولي. نظام الاتحاد الدولي كرة القدم يختلف عن نظام الاتحاد الدولي كرة السلة، اليد، الطائرة، التنس. فبالتالي لما تحط نظام يتوافق مع النظام الدولي فهذا حقك. لكن اليوم أنا كل نادي يحط نظام يتوافق من معاه، مع هو مجلس الإدارة، مع هو الجمعية العمومية. طيب فواز بس في عتب عليك اليوم. أنت شخصية رياضية وعمرك كله قضيته بالرياضة، هل معقولة قانون نفس هذا أنت ما تصوت عليه؟ تمتنع؟ أمتنع ليش؟ هو الآن الامتناع الناس تبي تعرف رأيك. يا أما معه يا أما ضد. نعم أنا قلت لك جزئين. إحنا اليوم شنو مشكلتنا كانت في القوانين الرياضية؟ إن قوانيننا الرياضية بالنسبة للاتحادات لا تتوافق مع القوانين الرياضية الدولية. وبالتالي يا جماعة عدلوا قانونكم. شلون نعدل قانوننا؟ لازم قانونكم يتوافق. يعني الاتحاد الكويتي كرة الاتحاد الدولي كرة القدم عنده دستور يسمونه دستور النظام الأساسي ماله. يجب أن اللي بيشترك في الاتحاد الدولي كرة القدم أن يكون نظامه يتوافق مع هذا الدستور. الحين لما طلع القانون قال كل هيئة رياضية، ما حدد أي هيئة رياضية. هذا واحد من العيوب
الهيئات الرياضية عبارة عن اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية، من هو الهيئة الرياضية اللي تعمل نظامها الأساسي بما يتوافق مع الاتحاد أو الأنظمة الدولية اللي هي اللجنة الأولمبية والاتحادات. فاليوم أنا لو صوت ضده حرمت الاتحادات من إنها تشيل عنها المنع والحظر، وبنفس الوقت لو وافقت ظلمت الأندية وظلمت الشباب الرياضي والشارع الرياضي، إن كل نادي يجي ويحط نظام الأساسي. اليوم ليش طلعوا مرسوم ضرورة بالتمديد للأندية؟ لأن المفروض في 15-11 إذا ما حطوا نظامه الأساسي تنحل الأندية. بس ما حلت المشكلة. لا انحلت الحين. التمديد راح يحلها؟ لا، التمديد علشان يغيرون. الآن المطلوب من مجلس الأمة أن يعدل في القانون في المادة 4 اللي هي تضع هيئة الشباب والرياضة النظام الأساسي للأندية، لأنها هي المسؤولة عنهم. هي المسؤولة عنهم علشان يتساوون. ما يجي نادي يقول بالنظام الأساسي أن أنا الاشتراك 2000 دينار، أن عدد جمعية العمومية 1000. ليش 1000؟ لأن ربعه في الجمعية العمومية والباقي يشطبهم. ما يجي النادي يقول أن عبد الله معيوف رئيس دائم مدى الحياة، هذا نظام أساسي. والله إحنا ما حد ذبحنا لسافة ربعه هذه. ما حد بحث اليوم الرياضة وغير الرياضة لسافة ربعه. لذلك لما أنا قلت هذا الكلام قالوا إيه أنت ضد فلان، محسوب على فلان. محسوب على فلان. يا جماعة النظام الأساسي يخدم مرزوق الغانم وأنا ضده، لأن نادي الكويت لو حطوا نظامه الأساسي وحطوا على كيفهم صار النادي ملك مرزوق مثلا، وضد مثلا أسعد البنوان زين، لو حطوا النظام الأساسي راح يصير ملك، يقدرون يحطون نظام أساسي يملكون النادي. وما يصير تملكون النادي، النادي ملك الشعب. النادي الأندية انحطت حتى الشباب يمارسون هواياتهم. ضد طلال أو خالد الفهد، يعني أنا لاني مع طلال ولاني مع مرزوق. النظام غلط، لازم نعدله. في سؤال مهم راح أسألك إياه وهو المحسوبية. أنت محسوب على أحد، لكن بعد الفاصل راح أعرف إجابتك.